معظم الرجالة بيواجهوا مشكلة انخفاض مستوى التستوستيرون في الجسم كل ما تقدم بيهم العمر، وانا عايز اقولك اللي بعد سن 30 وال40 مستوى التستوستيرون بينخفض 1% بعد كل سنة. والفكرة هنا ان التستوستيرون مش مرتبط بس بالرغبة الجنسية، ولكن بيتحكم في حاجات كتيرة جدا عند الرجال زي قوة العضلات والعظام ونمو الشعر في الجسم. وتلاقي بعض الناس بتبدأ تاخد حبوب وحقن التستوستيرون، وانا بأمانة مش بفضل نعمل كده، لان ببساطة لما انت بتبدأ تاخد الهرمون بصورة دوائية بيبدأ يعطل الهرمون اللي الغدة بتفرزه. ولحد الان مفيش ادلة كافية للفوائد الصحية للعلاج بالتستوستيرون نتيجة انخفاض معدل الهرمون المرتبط بالعمر. والسؤال اللي بيطرح نفسه، ليه اصلا انت عاوز تزود من مستويات الهرمون ده؟ وايه اللي بيسبب نقصه اصلا؟ فاحنا الافضل ان احنا نتناول اطعمة واغذية اللي بتساعد على افراز الهرمون، لان جهاز الغدد الصماء عبارة عن جهاز متكامل من الغدد اللي بتفرز الانواع مختلفة من الهرمونات اللي بتتنقل عن طريق الدم. ولما حضرتك بتبدأ تاخد ادوية او حبوب وحقن ده اكيد بيأثر على طبيعة الجسم ووظائف الجسم ده. ولكن دلوقتي هقولك على حاجة ملهاش اي اثار جانبية ويمكن كلنا عارفينها وما تستغربش، هو البصل. هقول لك في اخر الفيديو على الطريقة الصح ازاي نتناول وازاي برضك نتخلص من ريحة البصل في الفم، وكالعادة هسيب لكم الدراسات والمصادر تحت. فوم مركب في البصل بيحفز هرمون ال LH او بالعربي هرمون الملتون اللي بتفرزه الغدة النخامية، والهرمون ده بيتنقل بالخصيتين علشان يحفز افراز التستوستيرون. فنقدر نقول على الهرمون ده انه بينظم وبيتحكم في افراز التستوستيرون. وفي اكثر من 30 دراسة مختلفين بتقولك ان البصل فعال بنسبة 30% من تحفيزه. غير ان البصل ليه فوائد تانية كتيرة جدا زي اول حاجة اللي هو مضاد الاكسدة قوي جدا، تاني حاجة بيحتوي على مركبات مفيدة جدا في علاج مقاومة الانسولين، وبيقلل الحساسية، ومضاد التهاب قوي جدا، وبيساعد كمان على خفض الدم، وكمان مضر للبول. البصل فيه مركب مهم جدا جدا اسمه الكريستل، وما بين 30 نوع من انواع الخضار المختلفين الدراسة اثبتت ان البصل اعلى واحد فيهم احتواء على المركب ده. ولما فحصوا المركب ده وجدوا ان هو بيحفز جدا جدا الهرمون الملتون اللي احنا قلنا عليه. وهنا نيجي لنقطة افضل طريقة نتناول بيها البصل علشان نستفيد بالكريستل اللي موجود فيه. افضل طريقة ان احنا نتناوله بدون طهي ني زي ما هو كده، وده عن طريق ان احنا ناكله زي ما هو او نقطعه ونضيفه على طبق السلطة بتاعتنا. طيب في ناس ممكن تشتكي من ريحة البصل في الفم بعد اكله، اقول لك دلوقتي على كام طريقة ممكن تساعدك علشان الريحة دي. كتر من شرب المية، اغسل سنانك كويس جدا واستخدم مضمضة كويسة، حاول تمضغ اوراق الاعشاب زي النعناع او البقدونس، دول ممتازين جدا جدا علشان بيشيلوا ريحة، وخلي التفاح والشاي الاخضر مفيدين جدا لازالة الريحة دي. واخيرا المية بالليمون سواء كان المشروب ده سخن او بارد، مش محتاج طبعا افكرك من غير سكر. وبس كده، ده كانت طريقة طبيعية ازاي نزود من هرمون التستوستيرون. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو، كان معكم دكتور حسن مصطفى، يا رب اكون شرحت لكم الموضوع بشكل مبسط، سلام.